بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. سألت سؤالا وجيها وقد بينه سيدنا جبريل عليه السلام، وحديث طويل لكن نأخذ بجزء منه. من كان بعد أسند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام وأجاب سيدنا جبريل عليه السلام. لا، الإجابة كانت على درجة ثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا الإنسان لم يكونش حاضر مع الله بكل أدب وبكل تسليم وبكل خشية وبكل يقين أنه بين يدي الله فليس بمحسنا، وإن زكى نفسه مليون مرة في اللحظة فهو ليس بمحسن. الإحسان حدده الله وأطلقه على لسان الملائكة ولسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لا تتم تلك الأخلاق إلا أن نكون في موقف الإحسان مع الله، أي نراقب نفسنا ونحن حاضرون لا نتغافل، والله لا يقبل منا ذلك، أنه سوء أدب. والتغافل عن حضرة الله سوء أدب خطير يمتد إلى قيام الساعة، ثم ربما بعدها إذا كان ربي لم يخبر ذلك المسيء. ولذا الإحسان، الإنسان دائما لحظة بلحظة يحاسب نفسه هل هو في حدود الله أم هو تجرأ على الله وحام حول الحمار، ولكن اللي يحوم حول الحمار قد يسقط في غضب الله وقد يذوق الأمر العلقم هنا وسكرات الموت وفي القبور وظلماتها وعذاباتها. ولهذا الإنسان يلتزم بكل ما يقربه من الله من علم ويقين وحضور، ويقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إني سمعت وإني أطعتك ولا أطيع غيرك. هذه بداية طريق الإحسان، والسلام على من اتبع الهدى.